تحول إليك فراس في الطرف الآخر على صعيد عسقلان، على صعيد بلدات غلاف غزة، في ظل الرشقات اللي تحدث عنها حازم قبل قليل اللي انطلقت من قطاع غزة باتجاه الجانب الإسرائيلي، ماذا في الوضع، ماذا في التطورات كما ترصدها فراس؟ 14 يوما على هذه الرشقات التي لم تتوقف، تتوقف في الليل وتستأنف في الصباح، هكذا جرت العادة وهكذا كان اليوم في هذه المنطقة، منطقة غلاف قطاع غزة، البلدات والقرى الإسرائيلية المتاخمة للشريط الحدودي مع قطاع غزة تعرضت اليوم إلى رشقات صاروخية، ولربما يعني أقواها كانت على مدينة سديروت التي تعرضت لرشقة صاروخية، سقط على الأقل صاروخين على المدينة وأحدثا ضررا كبيرا في مبان وفي منازل وبنى تحتية، ولم يبلغ عن وقوع إصابات. أوسع مدى وصلت إليه الصواريخ حتى هذه اللحظة في هذا اليوم هي بيت شامش إلى الغرب من مدينة القدس، وقال القسام في بيان له بأنه استهدف القدس برشقة صاروخية ردا على المجازر وعلى القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. فيما يتعلق بتأثيرات وانعكاسات هذا الواقع على السكان، اليوم يعني سيتم إخلاء عسقلان من السكان الذين لا يوجد لديهم في منازلهم أماكن محصنة أو ملاجئ يختبئون فيها، أو هؤلاء الذين يعني يعتبرون تحت خط الفقر، هؤلاء متاح لهم الإخلاء والخروج من مدينة عسقلان باتجاه الفنادق التي خصصتها الحكومة الإسرائيلية لاستيعابهم. فيما يتعلق بسديروت التي نزح منها حوالي 28 ألف إلى فنادق في البحر الميت وإيلات، لا يوجد فيها اليوم فقط 2000 من السكان الذين يعتقد بأنهم يعني أيديولوجيا لا يريدون الرحيل ويريدون البقاء في منازلهم وإن كانوا تحت القصف. فيما يتعلق بالكابينت الإسرائيلي الذي اجتمع ليلة أمس وظل هذا الاجتماع مستمرا حتى ساعات الفجر، يعني يؤكد الجانب الإسرائيلي بأن قرار الحرب البرية أو الزحف البري اتخذ في هذه الجلسة، ولكن الموعد تم التحفظ عليه لدوائر ضيقة جدا في هذه الحكومة وفي مجلس الحرب الإسرائيلي. فيما يتعلق بالمشهد الذي تشاهدونه الآن على معبر رفح والمساعدات، الجيش الإسرائيلي أكد وعاود التأكيد بأن لا يوجد لديه أوامر بإدخال هذه المساعدات، ولا يوجد لديه أوامر بوقف إطلاق النار أثناء دخول هذه المساعدات إن أقر ذلك بشكل علني وواقعي من الحكومة الإسرائيلية. إذن الجيش الإسرائيلي يؤكد بأنه مستمر، وهو مدعوم بتصريحات وبمواقف من المستوى السياسي والعسكري بأن الذهاب والزحف البري باتجاه قطاع غزة أمر محتوم لا يمكن الجدال عليه، وهذا ما أكده يوم أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي، الذي قال لجنوده يوم أمس بأنكم ستتاح لكم الفرصة لمشاهدة قطاع غزة من الداخل. شكرا جزيلا لك فراس لطفي مراسلنا من عسقلان.